لطالما اعتقد العديد من البشر في فوائد حجر الجيشم من الناحية الميتافيزيقية، ولا يزال حتى الآن تلك المعتقدات تعددت، وما ما بين قدرة ذلك الحجر على تحسين صحة المرء أو حالته العاطفية وحتى جلب الحظ والسلام له، إلى جانب العديد من الأساطير التي كانت شائعة لدى الشعوب قديما خاصة في الصين فيما كان يعرف لديهم بالطب التقليدي القديم. كان يشار إلى حجر الجيشم قديما باسم حجر الحلم الذي يساعد مقتنيه على اكتساب نظرة ثاقبة ومعرفة بالأمور بجانب تحفيز مهارات الإبداع لديه.